وللمزيد عن الانتهاكات التركية في العراق ينضم إلينا الآن هاتفيا من بغداد الدكتور محمود عزو أستاذ العلوم السياسية. دكتور محمود، أرحب بك إلى هذه الجولة من الآن، يعني من النشرة الإخبارية. بداية، مخالب تركيا، يعني في البداية مخلب النسر والآن عملية أخرى باسم مخلب النمر، ويبدو أن الاعتداءات التركية على الشمال العراقي لن تتوقف. ما الذي ستقوم به الآن الحكومة العراقية في هذا الخصوص؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. فيما يتعلق بالعمليات التركية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم في المناطق الحدودية، هي كانت جزء من اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا آنذاك، واستمرت واستغلت تركيا ذلك للتوغل بمسافه تزيد عن 15 كيلو متر، المسافه التي كان مسموح بها في الاتفاقيه. منذ فجر الامس توغلت القوات التركيه بريا عبر قوات كوماندوس داخل المناطق الحدوديه في محافظه دهوك. هي المعلن عن ذلك هو مطارده بقايا عناصر منظمه العمال الكردستاني، حزب العمال الكردستاني. ايضا قامت بقصف مناطق سنجار التي ايضا جبل سنجار التي يتواجد ايضا بها حزب العمال الكردستاني. التوغل التركي طيب يعني دكتور، في رسائل عديده بالنسبه لاقليم كردستان وبالنسبه للمناطق العراقيه بان اللاعب التركي لاعب اساسي فيما يتعلق بهذه المناطق، يستغل الخلافات بين حكومه اقليم كردستان والحكومه. دكتور محمود، دعني هنا اسالك على امر اخر، يعني هذه العمليات التي تقوم بها تركيا اليوم في الشمال العراقي كيف ستؤثر ايضا على مصير الحوار ما بين بغداد وواشنطن؟ اولا تركيا تحاول ان تلعب ادوارا خارج الدور الامريكي الذي رسم لها في ليبيا، في سوريا، تحاول ان تجعل اكثر من ورقه رابحه بيدها، ذلك هي جزء من هذه الاوراق الرابحه تشعر بها عبر توغلها في العراق لتخفيف الضغط عنها في ليبيا او في سوريا. بعد اجراء اول جوله حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن، زار رئيس المخابرات التركيه بغداد للاستفسار عن ما دار في ذلك الاجتماع للاطمئنان هل ستكون تركيا متضررة من ذلك الحوار الاستراتيجي؟ هذا الأمر واضح وجلي، بالإضافة إلى الوجود التركي المستمر عبر مناطق عسكرية في تمتد من جبل بعشيقة حتى منطقة سيستان في مثلث العراق التركي السوري، نقاط مراقبة تركية موجودة في داخل إقليم كردستان. هذا الأمر يعني انعكس بشكل كبير جدا على طبيعة الرؤية العراقية، الرؤية المجتمعية العراقية بالنسبة للسيادة العراقية على جميع الأراضي، من انتهاكات تركية، انتهاكات إيرانية، انتهاكات للأجواء، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على ردع هذه الاعتداءات التركية المستمرة داخل الأراضي العراقية. فيه رسالة سلبية بالنسبة للمواطن، أن الكثيرين لا يعلمون ما هي طبيعة تلك التدخلات، هل اخذت بموافقه الحكومه العراقيه. اول امس وزاره الخارجيه العراقيه سلمت مذكره احتجاج شديده اللهجه بالنسبه للسفير التركي. السفير التركي مباشره غرد على تويتر تغريده متشنجه لا يليق بدبلوماسي يعمل ضمن دوله ذات سياده. طيب دكتور محمود، هل تكفي اليوم مذكرات الاحتجاج التي نتحدث عنها، وهل يكفي يعني هذا الشذب بخصوص ما تقوم به تركيا؟ متى توقع عقوبات حقيقية على أنقرة بسبب كل ما تقوم به في كل من سوريا، العراق وليبيا أيضا؟ أولا يعني المارد التركي حاول أن يلعب أدوارا متعددة، حاول ان يلعب لعبه العميل المزدوج بين روسيا من جهه والولايات المتحده من جهه اخرى، يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي ممكن ان يكون منطقه اطلاله على منطقه المتوسط او منطقه المشرق العربي، يحاول ان يوزع مناطق النفوذ عبر مثلثات استراتيجيه من ليبيا الى سوريا الى قطر. هذه المثلثات الاستراتيجيه يحاول ان يحاصر فيها المرشحون الاقليميون المنافسون له. تركيا في ذات الوقت تعتبر كل هذه المناطق هي مناطق تصدير البضاعه الكاسده بالنسبه للمصانع التركيه، تستفيد من حجم الانفاق الاستهلاك العالي في هذه المناطق لانها مناطق منهكه
بالحروب ولا توجد فيها بنى تحتيه صناعيه تؤهل لنوع من الاكتفاء الذاتي، لا سيما في العراق، في سوريا، في ليبيا. هذا واضح من طبيعه الانتقال التركي بين روسيا وامريكا، وايضا الاستفاده من غطاء حلف شمال الناتو في شن عمليات ما تسميه حمايه الامن القومي التركي. لكن في ذات الوقت تركيا لاعبا اقليميا يشعر في نحوة تشعر الولايات المتحدة في نحوة ما بحجم الخطورة التي يتسببها اللاعب التركي داخل هذه المنطقة. قبل سنتين بتصريحات مباشرة من ترامب تم انهيار الليرة التركية. دكتور محمود، بالتأكيد في وقت ما ستشعر الولايات المتحدة في بهذا التهديد الذي تشكله أنقرة، خاصة وأن يعني جهات متطرفة مولتها أنقرة ضلعت أيضا في قتل سفير تركيا في سفير أمريكا في ليبيا. دكتور محمود عزو، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.